السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم عرض شقق للإيجار القديم 59 سنة، الدائري، نزلة الخصوص، محطة الشجرة، بجوار مدرسة الصديق الخاصة. ويوجد لدينا تشطيب سوبر لوكس، نصف تشطيب وعلى الطوب الأحمر، 15,000 جنيه مقدم لو طوب الأحمر. مساحتها 60 متر، عبارة عن أوضتين وصالة وحمام ومطبخ. تشطيب سوبر لوكس 40,000 مقدم، إيجار 550، يعني لو طوب أحمر هتدفع 15,000. مساحتها 60 متر، لو كانت أوضتين وصالة وحمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس هتدفع 40,000 مقدم، إيجار 550. أما مساحة 90 متر عبارة عن أوضتين وريسبشن كبار، تشطيب سوبر لوكس بيبدأ من 50,000، 55,000. الإيجار بيبدأ من 650. الإيجار بيبدأ من 650، 700، 750. المساحة بالنسبة لل 120 متر 3 غرف وريسبشن كبار، تشطيب سوبر لوكس مطلوب فيها 65,000، إيجار 800 أو 850. الأبراج مرخصة وكاملة المرافق، ويوجد تسهيلات في السداد، خصم 100 جنيه من الإيجار لمدة سنة. التعامل مع المالك مباشرة دون وسيط. للاستعلام اتصلوا على الرقم 031-576-4487، 031-576-4487، 031-576-4487. ديت عروض الشقق، شقق ايجار عقد مفتوح، وفي ومفيش مشاكل مع يعني مفيش موضوع التصالح والكلام ده، لا مترخصه كلها. الشقق الايجار القديم فين؟ الدائري، نزلة الخصوص، محطه الشجره، بجوار مدرسه الصديق الخاصه. ويوجد كل زي ما انت عايزين، يعني لو عايزينها متشطبه سوبر لوكس موجود، لو عايزين طوب احمر موجود. لو كانت طوب احمر هتدفع المقدم 15,000. مساحتها 60 متر، عباره عن اوضتين وصاله وحمام ومطبخ، تشطيب سوبر لوكس. لو عايزها تشطيب سوبر لوكس ب 40,000، ماشي؟ يعني لو طوب احمر 15,000، لو تشطيب سوبر لوكس تدفع 40,000، والايجار ب 550. ده بالنسبه للمساحه 60 متر، يبقى 60 متر سوبر لوكس تدفع 40,000، والمقدم 40,000، والايجار 550. اما 90 متر اللي هي بتبقى عباره عن اوضتين وريسبشن كبار، تشطيب سوبر لوكس المقدم بتاعهم بيبدا من 50، 55. اما الايجار بيبدا من 650 لحد 750. ده بالنسبة لمساحة 90 متر. المساحة اللي هي 120 متر عبارة عن 3 أوض وريسبشن كبار، تشطيب لوكس هتدفع مقدم 65,000، إيجار 800 أو 850. الأبراج مترخصة وكاملة المرافق، ويوجد تسهيلات في السداد، وخصم 100 جنيه في الإيجار لمدة سنة. التعامل مع المالك مباشرة، يعني في السمسار ولا أي حاجة، اتصلوا على الرقم 031-576-4487، تمام؟ اتصلوا على الرقم وروحوا اتفرجوا وشوفوا من على، ما تاخدوش من كلامي، لا خدوا بصوا من الواقع. يعني انتوا دلوقتي جبت لكم صور اهي بتتفرجوا عليها، وهتروحوا طبعا تتصلوا على الرقم وتشوفوا الشقق ديت وعلى ارض الواقع. لو عجبكم الفيديو اتمنى لايك ومشاركة للفيديو، واللي شاف قناتي اول مرة اتمنى يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. واكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في الشقق ديت، ولو حد راح فعلا وكتب عادي يعرفني، عشان بس ابقى عارفة يعني خط سيركم كده. يعني انت دلوقتي رحت وعملت ايه؟ لو في اي مشاكل قابلتكم عرفوني برضو في التعليقات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.